فعلم قائم بذاته وهو يتطور بتطور الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتعمل اللسانيات على تطوير وترقية استعمال اللغة العربية في مختلف نواحي الحياة العصرية. تقرير في الموضوع مع مهدية كركود. اللسانيات العربية التعليمية والحاسوبية علم قائم بحد ذاته، جوهره مبني على ثنائية اللسان وعلوم الإنسان، ومن أهم المنظرين في هذا العلم الأستاذ المرحوم عبد الرحمن الحاج صالح، حيث ربط التراث العربي باللسانيات الحديثة. الطريقة التي أبدعها في إعادة قراءة التراث اللساني العربي مما تركه لنا أسلافنا، وبناء نظرية أو على الأقل تقديم مجموعة من الاقتراحات النظرية المعرفية التي من شأنها أن تساعدنا في معالجة قضايانا اللغوية. هو من أبرز العلماء الذين ربطوا التراث العربي بالنظريات الحديثة اللسانية، وعمل جاهدا على تبيان هذه العلاقة الوطيدة، وأن هذه النظريات كلها ذكرت ولو تم تلميح لها سابقا عند علمائنا العرب اللسانيين. لا تزال اللسانيات تحمل مفاجآت علمية قد تكون مذهلة نتيجة التفاعل المعرفي بين العلوم المختلفة عبر جسر اللسانيات. اللسانيات العربية الحاسوبية، يعني اللسانيات معناها النظرية الخليلية المطبقة على دراسات الإعلامية، يعني دراسات الحاسوبية، وكذلك ما تناوله الحاج صالح في أبحاثه ويتعلق باللسانيات العيادية وما يسمى بالعلاج، علاج الأمراض الكلام كالحبسة والتأتأة وغيرها مما قام به انطلاقا من النظرية اللسانية الخليلية. وقد كانت اللسانيات العربية الحديثة موضوع ملتقى تم تنظيمه من طرف قسم علوم اللسان بجامعة الجزائر 2 ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية ومخبر الدراسات والبحوث الصوتية والمعجمية.